لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: إلقاء السلام فيما يباح في الصلاة. قال النوع السادس: إلقاء السلام على المصلي ومخاطبته، وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سلم عليه أو خاطبه. فعن جابر ابن عبد الله قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعير، فكلمته فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا، أشار بها كده، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. رواه أحمد ومسلم. وهو صريح في أن صلاة النافلة على الراحلة تكون بالإيماء، يومئ برأسه، يومئ برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وأنه قد كلمه ولم ينكر عليه الكلام، وإنما بين له لماذا امتنع من الرد، وأنه كان يصلي مع إثبات الإشارة باليد. عن عبد الله بن عمرو عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت فرد علي إشارة، وقال: لا أعلمه إلا قال أشار بإصبعه. يمكن أن يشير بإصبعه، وفي إشارة أخرى باليد، يجعل باطن كفه قبل الأرض. الحديث رواه أحمد الترمذي وصححه، صححه الشيخ الألباني. وعنه قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة، وهو صحيح الإسناد، صححه الشيخ الألباني أيضا. ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع أو باليد أو بالإيماء بالرأس، فكل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون ذلك في النافلة، وإن حدث في الفريضة فالأصل جواز ما في النافلة مثل ما في النافلة. وأيضا حرد حديث صلاة الكسوف أن أسماء دخلت والناس يصلون، فسألت عائشة وهي تصلي: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فقالت آية، فأشارت برأسها نعم. فمثل هذا يمكن أن يستعمله المصلي عند الحاجة إلى ذلك، كان يقول انتظر من غير ما يقول، يعني يشير أن انتظر، ابقى مكانك، عندما يريد أن يمر يرده بيده، وهكذا. قال: التسبيح والتصفيق. يجوز التسبيح للرجال والتصفيق للنساء إذا عرض أمر من الأمور، كتنبيه الإمام إذا أخطأ، وكالإذن للداخل أو الإرشاد للأعمى أو نحو ذلك. التسبيح استعمال لحاسة السمع في التنبيه
أما الإشارة فاستعمال لحاسة البصر، عندما يكون الإمام متجها إلى القبلة والمؤمون وراءه لا تنفع الإشارة، وكذا مع أعمى لا تنفع الإشارة، فلا بد من تنبيه بالصوت، فكان المشروع هو التسبيح. فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، صححه الشيخ الألباني. هذا كان عندما دخل أبو بكر رضي الله عنه يؤم الناس، عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرآه الصحابة فجعلوا فأكثروا من التصفيق، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا من التصفيق التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتقهقر، فقال أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث، فرفع يديه حمدا لله شكرا لله ثم وقف في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، ثم قال: ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، إنما التصفيق للنساء، وذكر من نبه شيء من في الصلاة فليسبح. قال: الفتح على الإمام. إذا نسي الإمام آية يفتح عليه المؤتم فيذكره تلك الآية، سواء كان قرأ القدر الواجب أم لا. القدر الواجب هو الفاتحة، والمستحب أن يزيد عليها. ذكروا ثلاثة آيات أو آية طويلة، ولا دليل على هذا القدر، وإن كانت أقصر سورة هي ثلاث آيات، سورة العصر وسورة الكوثر، إلا أن هذا ليس دليلا على يعني هذا القدر، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وقوله: قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. هذه آية متوسطة، كل منهما آية متوسطة، مقارنة بآية الدين مثلا ونحوها من الآيات. على أي الأحوال، القدر الواجب هو الفاتحة. إذا أخطأ الإمام في الفاتحة فتحوا عليه فيها، وإذا أخطأ في غيرها كذلك. قال عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فالتبس عليه، فلما فرغ قال لأبي: أشهدت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح عليه؟ رواه أبو داود وغيره ورجاله ثقات، صححه الشيخ الألباني. وهو صريح في استحباب الفتح على الإمام، ولا يلزم أن يستفتح، لا يلزم أن يسكت ويطلب بسكوته، بل إذا التبست عليه القراءة فالسنة أن يفتح عليه الحافظ ولا ينتظر شيئا. ما منعك أن تفتح عليه؟ الذين يقولون لا يفتح إلا إذا خلف المعنى أو إذا أخطأ في الواجب، كأن يلحن في الفاتحة أو يخطئ في الفاتحة أو يترك آية، ليس بصواب. الصواب أن من التبست عليه القراءة فتح عليه المأموم على أي حال، ولا يوجد ما يمنعه، لأن الرسول قال: فما منعك؟ ما الذي يمنعه؟ لا شيء يمنعه. إن استمر على الخطأ في الفاتحة فقد تبطل تلك الركعة إن لم يتداركه، فيلزمه الفتح في الفاتحة في الواجب. قال: حمد الله عند العطاس أو عند حدوث نعمة.
عن رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتصت، فقلت: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قال الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قال الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفس محمد بيده، لقد ابتدرها 30 ملكا، أيهم يصعد بها؟ رواه النسائي والترمذي، صححه الشيخ الألباني، ورواه البخاري بلفظ آخر. لفظ البخاري أنه بعد أن رفع من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا تعارض فيه، فهذه واقعة وهذه واقعة. ويمكن أن يكون العطاس قد وقع عند الرفع من الركوع، فيكون الحديث دليلا على الأمرين، على أن هذا يقال في حمد الله في العطاس أو بعد الرفع من الركوع بعد أن يقول ربنا ولك الحمد. وذكر ابن القيم أن الحكمة في 30، في أن 30 ملكا أيهم يصعد بها، في عدد حروفها، عدد حروف هذه الكلمات 30 حرفا. ابتدرها يعني تسابقوا إليها، لأن الله يحب الحمد، ما من أحد أحب إليه الحمد من الله. السجود على ثياب المصلي أو عمامته لعذر. فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها، رواه أحمد بإسناد صحيح لكن ضعفه الشيخ الألباني، فإن كان لغير عذر كره. الدليل هو القياس الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخف والنعل، وأذن في الصلاة في الخفاف التي يمسح عليها 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، فهذا يقتضي أنه سيصلي فيها بلا شك. وأيضا باتفاق أنه يصلي ويعني ثوبه يغطي ركبتيه، فإذا كان تلقي أو السجود على هذه الأعضاء يتلقي الأرض بساتر يستره منها، إذا جاز على 4 من 7 التي أمر بالسجود عليها ولم يبطل سجوده، فكذلك في 3 الباقية في اليدين وفي الوجه. وكما أن المرأة غير المحرمة تلبس القفازين ولا تمنع من الصلاة فيهما، فلم يبق إلا الرأس. قد أمر بالسجود على 7 أعظم: الجبهة والأنف، فدل ذلك على جواز السجود على طرف العمامة والقلنسون طالما كان ممكنا جبهته وأنفه من الأرض. أما إذا عظمت كور العمامة، يجيب عمامة كبيرة جدا بحيث لا يستطيع أن يمكن جبهته من الأرض بسببها، فهنا يمنع من ذلك. أما إذا كان نحو القلنسوة التي تغطي جزءا من الجبهة والجزء الآخر يكون مكشوفا، وكذا إذا كانت المرأة وسط الرجال وهي تغطي وجهها وصلت، فإنها تصلي على نقابها وعلى جلبابها، لا حرج في ذلك ولا دليل على المنع.
ولذلك الكراهة تحتاج أيضا إلى دليل، إلا أن نقول أن الاستحباب أن يصلي مكشوف الجبهة والأنف، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيتني أسجد في صبيحتها، أي ليلة القدر، في ماء وطين، فأمطرت السماء ووقف المسجد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، انصرف من الصلاة، فرأى الصحابي في جبهته وأنفه أثر الماء والطين، فلو كان يصلي على ثوب رغم أن المسجد كان يعني في حصباء وتراب، لذلك ظهر أوطين، لذلك ظهر أثر الماء والطين على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتقه بثوب ولا غيره. فنقول المستحب أن لا يغطي جبهته أنفه، وإن فعل فلا حرج. وكذا اليدين، إلا أن المرأة التي تلبس القفازين، وكذا الرجل إذا لبسه ببرد، ففي بعض البلاد يكون البرد فظيعا وشديدا، فيحتاجون إلى لبس القفازات، وربما تتجمد أطراف بعض الناس، فلا شك في جواز ذلك عند هذه الحاجة الشديدة، بل قد تكون ضرورة. قال: تلخيص بقية الأعمال المباحة في الصلاة. لخص ابن القيم رحمه الله بعض الأعمال المباحة التي كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال: وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجلها، وإذا قام بسطتها. هذا ثابت في الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته، فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده، وكان يصلي على، وهذا أيضا ثابت في الصحيح، قال: لولا دعوة أخي سليمان لأصبح مقيدا يلعب به صبيان المدينة. وكان يصلي على المنبر، كان لمنبره ثلاث درجات، وفعل ذلك ليتعلم المصلون منه الصلاة. قال: كان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى فسجد على الأرض ثم صعد عليه. وبعض العلماء يقول أن الثلاثة درجات غير المقعدة، غير الكرسي الذي يجلس عليه، وبعضهم يقول مرقاتين وكرسي، أو ما يشبه الكرسي درجة يقعد عليها، والصواب ثلاث درجات غير ما يقعد عليه، لأنه صعد درجة فقال أمين، وصعد الثانية فقال أمين، وصعد الثالثة فقال أمين، وفي كل مرة يقول جبريل دعاء: رغم أنف رجل أدرك رمضان فلم يغفر له، رغم أنف رجل أدرك والديه كبيرين أو أحدهما فلم يغفر له، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنها ثلاث درجات يرتفع فيها، يرتفع عليها. قال: الدليل على أنه هو حكاية الثلاث خطوات، الخطوتين دي في كل ركعة غير ثابتة، بل ثلاث خطوات نزول وثلاثة ايه صعود. قال: وكان يصلي إلى جدار، فجاءت بهيمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بصمه بالجدار ومرت من ورائه، أي يدارئها يعني يدافعها. قال: وكان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذاهما بيده فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة، بيتخانقوا يعني، ففك دي من دي، بنتين بيتخانقوا مع بعض ففكوهم من بعض،
ولفظ أحمد فأخذت بركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف. إنهم كانوا بنات صغيرين يعني ذات الركبة أو نحو ذلك يعني. وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع، ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب، ذكره الإمام أحمد وهو في السنن ضعيف. ده كأنه دليل نسبها تعدي، عشان هذا يعني شاذ. ها؟ قال لها كلها صحيحة وكثير منها مضى على فكرة، ومضى تخريره. قال وكان ينفخ في صلاته، أما حديث أن نفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس في قوله انصح. خروج نفس بقوة، وهذا قد يحتاجه المصلي أثناء التدبر، أو قد يحصل منه بغير قصد أثناء تدبر الآيات. وكان يبكي في صلاته، وكان يتنحنح في صلاته. قال علي ابن أبي طالب كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتيه فيها، فإذا أتيته استأذنت، فإن وجدته يصلي تنحنح فدخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. ذكره النسائي أحمد وضعفه الشيخ الألباني، وهو بالفعل حقيق بالتضعيف. حفظ أحمد كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخل من الليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح. التنحنح لحاجة مثل تسليك الصوت وليس إحم إحم اللي فيها كلام، دي تبقى كلام يبطل الصلاة تبطل الصلاة. قال رواه أحمد وعمل به، فكان تنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة، لكن هذا إذا كانت كلاما واضحا كما ذكرت فلا صح. وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى، كذا قال عبد الله بن عمر، وأمر بالصلاة بالنعل مخالفة لليهود. هذا يحصل لو صلى ولو مرة واحدة في النعل، أن هذا الأمر قد يقع به فتنة عند كثير من الناس اليوم. صلي بالجزمة عند الناس يعني، لكن إذا صلى بعض الصلوات بالحذاء بالنعل قد حقق الأمر، وصلى حافيا تارة ومنتعلا أخرى. ولما جاءه جبريل وأخبره أن في نعليه خبثا نزع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وصلى حافيا. قال وكان يصلي في الثوب الواحد وفي الثوبين تارة، وهو أكثر أكثر أحوالي أنه يصلي في ثوبين، إزار ورداء أو قميص وسروال أو غير ذلك. الشيخ قال أيضا أما كظم التثاؤب فإنه مستحب، ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ولا يقل، فإن ذلكم من الشيطان يضحك منه. أي بقى صوت أثناء التثاؤب يعني. الحديث عام إذا تثاءب أحدكم يشمل الصلاة وغير الصلاة، ولذا يكظم ويضع يده على فمه ولا يقولها. القراءة من المصحف. قال فإن ذكوان مولى عائشة كان أمها من في رمضان من المصحف، رواه مالك، حديث صحيح أو أثر صحيح، حديث موقوف يعني.
وهذا مذهب الشافعية. قال النووي: ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته. ساعات يبقى واحد انت بتصلي وراه وايه، وانت بتبص لقيت حروف مكتوبة، فغصب عنك ايه حتى تقرأ اللي موجود من غير ما تتلفظ، فهذا لا يبطل الصلاة. ها؟ وكذا المعاني لو في مصحف مفسر فيه معاني على جنب الكلام، فلو فعل ذلك لم تبطل أيضا. ولكن يعني المستحب أن لا يفعل إلا لحالة، وهذا في النافلة. أما الفريضة فلا يحتاج فيها إلى التطويل حتى يقرأ من المصحف. قال: لو حدث في الفريضة فالصلاة صحيحة. قال النووي: ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال، لكن يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عني قرامك هذا فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي. وقال عن إم الخميصة التي لها أعلام التي أهداها له أبو جهل، قال: لا تزال أعلامها تعرض لي في صلاتي، فأرسل بها وقال: أتوني بأنباجانية أبي جهل، ثوب غليظ حتى لا يكسر بخاطره في الهدية. قال النووي في مسألة النظر في المكتوب غير القرآن والنظر في المصحف، قال: نص عليه الشافعي في الإملاء. قال: شغل القلب بغير أعمال الصلاة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، ثوب بها يعني أقيمت، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإن لم يدري أحدكم ثلاثا صلى أم أربعة فليسجد سجدتين وهو جالس. رواه البخاري ومسلم. وبين في الموضع الآخر أنه يبني على الأقل أو يبني على الأربعة، لكن هنا أنه لم يبطل صلاة من فكر فيما قاله له الشيطان حتى لم يدري كم صلى. وقال البخاري: قال عمر: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. ومع أن الصلاة في هذه الحالة مجزئة، فإنه ينبغي للمصلي أن يقبل بقلبه على ربه ويصرف عنه الشواغل بالتفكير في معنى الآيات والتفهم لحكمة كل عمل من أعمال الصلاة، فإنه لا يكتب للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. عن أبي داود والنسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. حديث حسن. روى البزار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع النهار في ذكري ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب، ذلك نوره كنور الشمس، أكلأه بعزتي وأستحفظه ملائكتي، أجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما، ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. ضعيف جدا. وروى أبو داود عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه
ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما وغفر له ما تقدم من ذنبه. حديث حسن. روى مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة، ففعلت فأذهبه الله عني. وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وفوض إلي عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني ذكر هذا الحديث يدل على ما يعين على التدبر في الصلاة والخشوع فيها، هو أن يستحضر أن الله يقول عقب قول العبد كل آية من آية الفاتحة يقول ما ذكر في الحديث، فيكون ذلك أعون على التدبر في الصلاة. والله أعلم وأعلم. قل قولي هذا، استغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.